انت اولا مفهوم مش موجود، لان الموضوع ده موجود في التغيرات اللي هي مبدأ في فريق مبدأ اولا مفهوم والباب زي مفهوم. خلاص كده تمام؟ يعني ايه قلت جوزك انت الولد ده؟ حضرتك انا فعلا غلطت في الاول معاه، بس والله العظيم انا ماليش دعوه بموضوع الجد ولا حررته ولا اعرف ان هو كان ناوي على جد ولا اي حاجه من دي. انا هبت الجد ده ولا اتفق معاه على جد ولا امال مين اللي قلت له؟ هو قلت له بس انا ما اعرفش ان هو ناوي على جد. والمتهم الثانيه قررت انها لم تكن تعلم ان المتهم الاول كان نويا على قتل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محترمين اليوتيوب، لو فاكرين قضية كفر الشيخ بائعة السمك اللي هي اسمها نيرة وكمان العشيق نادر، لكن العشيق مش غريب عنها يا سادة، ده العشيق اخو الزوج زي ما سمعت شقيق الزوج، يعني نادر ونيرة اتفقوا هما الاثنين بعد خروج الزوج من حكم حبس كان في حدود 3 4 سنوات كانوا اتفقوا مع بعض علشان يخلالهم الجو ان هم يتخلصوا من الزوج، وبالفعل قتلوه في احد المناطق الزراعيه الخاصه ليهم وتم القبض عليهم هم الاثنين. اعترفت الزوجه في الجلسه اللي كانت من قيمه اسبوعين وقالت للقاضي وقدام الناس الجموع: ايوه انا نمت معاه لكن ما قلتلوش يقتله. وهنا العشيق اللي هو ما بين قوسين الزوج الاخ الاصغر للقتيل نادر قعد يفند وقعد يبرر كتير ويقول ان دي كانت مشاجره وتطورت الى القتل. النهارده عشان ما نطولش على حضراتكم في المقدمه، من خلال 15 يوم كان تم تحويل اوراقهم لفضيله المفتي، لكن النهارده في محكمه جنايات فوة اسد الستار بعد موافقه وتاييد فضيله المفتي على حكم الاعدام. في كواليس كتيره قوي في الجلسه النهارده، وكمان المتهمه اللي اتحكم عليها بالاعدام برضو ايه الكواليس اللي كانت قبل الجلسه والكواليس اللي كان بيتكلم فيها المحامي الدفاع عن الزوجه، والزوجه ولا كان حاجه حصلت رايحه الى عشماوي وقاعده مبسوطه. وعرض لحضراتكم وقت نطق الحكم بتاييد حكم الاعدام، وكده خلاص اتحولت للمحكمه المدنيه، يعني مذكره النقض يا ساده، علشان تكون عبره لمن لا يعتبر، علشان تكون عبره لكل سيده بتخون عرضها ومالها وشرفها، ده حال اي سيده غانيه. وكمان ما ننساش دور العشيق في القضية وهو شقيق المتوفى نادر. كده خلاص ما عادش اليوم غير المحكمة الإدارية اللي هي محكمة النقض، وبعدها خلاص يتنفذ فيهم حكم الإعدام. يلا بينا نشوف المقتضيات بتاعة القضية ومنتظرين رأي حضرتك وحضرتك في الكومنتات. المتهم الاول انكر، يعني ايه قلت جوزك انت الولد ده؟ حضرتك انا فعلا غلطت في الاول معاه، بس والله العظيم انا ماليش دعوه بموضوع الجد ولا حررته ولا اعرف ان هو كان ناوي على جد ولا اي حاجه من دي. انا هبت الجد ده ولا اتفق معاه على جد ولا امال مين اللي قلت له؟ هو قلت له بس انا ما اعرفش ان هو ناوي على جد. والمتهم الثانيه قررت انها لم تكن تعلم ان المتهم الاول كان نويا على قتل زوجها المجنى عليه، وانه اي المتهم الاول هو من قام بقتل زوجها في
كنت معاه وبيقتله؟ شفتيه وبيقتله؟ ايوه لان الدنيا كانت وكان ذلك امامها وحضرت وقعت ارتكاب المتهم الاول للجريمه وقتله شقيقه المجني عليه. النيابة تطالب بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة. يا أحمد مدعي بالحق المدني عن الزوجة طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمات وانضم للنيابة العامة بطلباته وقرروا بأن المتهمان كانوا قاصدين قتله ووجود القصد الإجرامي وقصدهم من قتله وإزهاق روحه وذلك لما حدث على مسرح الواقعة من قيام المتهم بضربه بالكوريك على رأسه من الخلف ثم تأكده بضربه بالتمام زفره أن الواقعة غير حقيقية ألم يعطي للمحكمة انطباعا أن واقعتي الضبط والتفتيش تمتع على المتهمين قبل الواقعة. الأمر الأكثر غرابة أيضا أن السلاح الناري المقال بضبط المتهم الثاني كان غير صالحا بنافذة تطرق الصالحة هذه الركبة. هذا يعني مثل ما يجد في جزء يفتد كل لو في حال من الأحوال الارتكاز لرواية ضبط الواقع على اعتباره مرود بتنفيذ أحكام القانون والإطاحة برواية المتهم على اعتبار أنه أراد بها النجاة فقط من العقاب فالكل أمام القضاء سواء المتهم السجعات أخذت من القضاء المتهم السجعات هو خرج من المتهم الثالث انضم في الدفاع زميلي واضافه وبعد اذن عدد المحكمه. السادس ضمن هي تشكيل عصابه تجربه المخدرات. فيما يخص المتهم الثالث بتاعي اللي بيكون تاجر مخدرات جايب 110 جنيه وجايب معاه سلاح فرد خرطوش واثنين طلبه بفحص فرد الخرطوش اللي هو بيقول السادس ضمن اللي بيقول للدفاع عن التجارات الغير مشروعه عليكم ورحمه حضراتكم من هنا المحكمه الجنايات حيث الايه ان التجره كان هيجازف على تجربه المشروعات دي حياه شبابكم اشتراك مع الزوج القضيه المعرفه الاعلاميه ليس لها صدر من المحارم من كل معاني انسانيه وكان بأقامة علاقة غير شرعية مع زوجة شقيقه واتفق الاثنين وأنهى حياتهما. الآن محكمة جنايات فوة برئاسة المستشار خالد قطب عبد العال رئيس دائرة المستشارين وعضوة المستشارين هشام شريف بسوني والمستشار حسن محمد حسن ديودار والمستشار أحمد محمد عثمان وسكرتارية أحمد الميداني. الآن متابعينا ومحبين في كل مكان متابعين مصر اليوم تنظر محكمة جنايات فوة الدائرة الثانية محاكمة المتهم ماهر السيد هنيدي خليل محبوس 27 سنة ونيرة محمد أنور حمودة والذي قام بإنهاء حياة شقيقهما تجردا من كل المعاني الإنسانية وانقضى كالذئاب وقاموا بقتل شقيقه بالاشتراك مع زوجة المجني عليه بعد إقامة علاقة غير شرعية. موضوع الدعوة اللي هي امام عرض احترافكم دول اثنين مجن عليهم الاثنين المجن عليهم دول شغالين بالعقل اليوم لا يستطيعوا قوت يومهم تعدوا عليهم المجن عليهم انتقاما من مؤجل المزرعة اللي هو عمر. فاحنا النهاردة بعد اذن معاليك مش عاوزين منهم اكثر من ان احنا نستلم اصالة الامان اللي موجود سلموا المجن عليهم اصالة الامان اللي موجودة في العرض اشتراك مع الزوجة الخائنة هان عليه خوف والدم أصبح مية. المتهم يظهر مرتديا اللبس الزي الأبيض وينتظر قرار هيئة المحكمة وطبعا ينتظر الجميع إزدال الستار على القضية المعروفة إعلاميا بين المحارم تجرد من كل معاد إنسانية وقام بإنهاء حياة شقيقه
والسبب طمعا في زوجته. 3/114/7 والشهود فيما تضمنته أقوالهم جملة وتفصيلا لكونهم لا تعد لكونها لا تعد سوى أقوال مرسلة لم يساندها دليل في الأوراق أو أحراز أو مناظرة وخلو الأوراق من سمة معينة للشرطة للمكان موضوع مسرح الجريمة الأول وراء سمة دليل مادي أو معنوي سواء كانت أو أحراز أو إيصالات أو أدوات المنوع عنها بارتكابها الجريمة كيفية الاتهام وتطبيقه حضراتكم المتهم اللي رمينا عليهم دليل 14/7 دليل 14/7 2022 قام بالانتهاء الى المطاع موضوع يظهر المتهم المتهمة والزين أبيض داخل محكمة قاعدة محكمة الجنية كفر الشيخ ينتصر الجميع ازدال الستار على القضية المعروفة إعلامية بالزين المحكمة تجردوا مثال نزوة قتل شقيقه وانهى حياته ضربا بكريك والاثنين المتهمين قالوا ايه في المحضر ده؟ قالوا دي سوء تفاهم مشده كلاميه نبني عنها سوء تفاهم وبنصطلحوا وما بنشوفيش ما بنشوفيش بعض هل ايقظتم؟ لا. نيجي في المحضر بقى اللي هو 17 متابعينا محمد في المكان متابعي مصر اليوم الاخ كان في ايه الاخوه؟ انهى حياته او بصمات كان المفترض الساعة السابعة وأنا في المركز أقول إن حياته إليا عليها بصمة واتخذ يده من الدماء لا ده أنا بتمسك بأقوالي والسلام عدوا عليا بالضرب شهوة ينتظر الجميع الآن إزدال الستار عن قضية المعروفة إعلاميا بزي المحضر 15/7 الساعة 7 مساء هو رجع تاني عمل محضر 15/7 الساعة 2 بعدها بسبع ساعات. طيب المحضر الأولاني اللي هو أساس الواقع اللي أنت بتقول لي الواقع الساعة 2 الظهر، الساعة 2 الظهر كنت في المركز الساعة 7 بالليل ما قلتش الكلام ده ليه؟ لما هم احتجزوك فين إن أنت أديتك وقلت إن هي مشادة كلامية وصوت تفاهم يبقى أنت ما كنتش مفيش إقرار مفيش واقع التعدي مفيش واقع الضرب لأن أنت لو قلت كل اللي أنت قلته إن أنا بالنسبة لي مشادة كلامية بيني وبينهم بصوت تفاهم وخلاص خلصنا على كده وما بيشتيش بعض بأي حاجة. أبو بايا في يوم 15 بيقول لي إن أنا في المزرعة لوحدي وجاي الكلام ده اللي حصل معانا في المزرعة وشغال عند عمر عبد العزيز إمام وإمبارح وجيت اللي هو 14 إن هم دخلوا عليا المزرعة وكتفوني وعملوا وخلوا كما جاء بصف ثلاثة في التحقيقات. طيب ظهر داخل القاعة يرتدي سيارة أبيض وينتظر قرار هيئة المحكمة أن جنايات فوة وإزدال الستار لتهدأ نار الجميع قتل زوجه قتل شقيقه طمعا في زوجته واشتاقت معها الزوجة الخائنة وكل الورود أنهوا حياة شقيقه استوفى بالنيابة شاملة وكفى ووقف. ايه المكتوب على كام صلاه معاك؟ قال لا ده انا مكتوب لي على ظهري ومكتوب وصمون على صلاه امان وخدوا صور المحضر اتفاجئوا مني وصوروا. طيب منين؟ تجرد من كل معاني انسانيه وانهى حياه. طيب
شافوكو طمعا في زوجته. كان هما اثنين الزوجه الخائنه طب لون الضغط اشتركت معهم بكل دم بارد. ابص الاقيه وقام بينها حياه زوجها طمعا على الصلاه ما تكونش الوقت على ايد على صبعي وما تكونش لسه موجوده على صبعي وما تنطش بيها في المحضر الاولاني وما تشوفهاش في المحضر الاولاني اللي هو جاب من المحضر الثاني بسبع ساعات. والاقيه بيقول لي هيثم ما اشتكاش. هيثم لما ما اشتكاش في المحضر اللي هو الاساسي اللي هو الساعه 7 وقال انا خفت وهددوني وروحت البيت. ابص الاقيه مر في المحضر اللي هو الاساسي اللي هو الساعه 7 اللي هو كان جاب على عبد العزيز. فالتعليق في الحته دي انا صاحب توك توك موصل حضرتك لمكان، هل ان انا بقعد قدام البيت عندك او المكان اللي قدام بيتك ان انا اقعد اغسل التوك توك جنب الحنفيه على ما تخلص على ما تخلص وبعد كده اخد نفسي وامشي علشان اسمع الواقع؟ يستحيل عقلا ومنطقا ان انا اكون متواجد في هذا المكان ان انا اغسل التوك توك علشان حضرتك اقعد واسمع ان انت بيقول لي اللفظ اللي هو علشان احنا في المحكمه مش عايزه. حاضر ترسم على وصله على وصله امانه يا ابني كده ماشي. طيب منين؟ لا استنى بعد ما سمعت كده كان في بابين الباب الاولاني مكسور. لا مش موجود. لان لو موجود كان موجود كده اتغيرت ايه؟ حقيقه اللي هي جاب مكان في بابين الباب الاولاني مكسور والباب الثاني مكسور. خلاص كده تمام؟ معايا من دون حضرتك الوضع محكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ للخروج بالنطق بالأحكام على المتهمة بقتل زوجها بمعاونة شقيقه وذلك بقرية سكرانة التابعة لمركز متوبس بمحافظة كفر الشيخ. يمكن هذه الجريمة متابعينا الكرام هي من أبشع الجرائم حيث قام المتهمان بقتل المجني عليه وذلك لوجود علاقة غير شرعية فيما بينهما. تسببت هذه العلاقة لتخطيط المتهمان قتل المجني عليه في قرية سكرانة التابعة لمركز متوبس بمحافظة كفر الشيخ. يمكن متابعي القاهرة 24 وكابل في قناة القاهرة 24 ده أول ظهور للمتهم وكذلك المتهمة بقتل زوجها حيث يمكث المتهمين داخل قاعة المحكمة في وسط حراسة أمنية مشددة وذلك قبل جلسة النطق بالحكم على المتهمان. يمكن متابع القاهرة 24 وكيل ولاية قناة القاهرة 24 المتهمة أدلت باعترافات خلال الجلسة الماضية حيث أكدت خلال الجلسة الماضية جلسة حالة أوراق المتهمان لفضيلة المفتي بأنها قامت علاقة غير شرعية مع شقيق زوجها ولكنها لم تقم بقتله وأنه هو من قام بقتل شقيقه. يمكن متابع القاهرة 24 وأكيد ولاية قناة القاهرة 24 محكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المستشار خالد بدر الدين أقامت بتحويل أوراق المتهمان إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامهم وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في هذه القضية. يمكن هذا هو شكل المتهمان متابعينا الكرام ويرتديان ملابس السجن الاحتياطية الملابس البيضاء حيث تجلس المتهمة وتضع يدها على خدها وكذلك يجلس المتهم في وسط حراسة أمنية مشددة وذلك استعدادا لخروج هيئة المحكمة للنطق بالحكم في هذه القضية. يمكن متابع القاهرة 24 وكير ولايف قناة القاهرة 24 دي المتهمة في هذه القضية تقوم بتغطية وجهها قبل طبعا خروج هيئة المحكمة للنطق بالحكم على المتهمين فيما يقوم المتهم بالنظر في مختلف أنحاء. يمكن متابع القاهرة 24 وكيف ولايف قناة القاهرة 24 تخرج هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ
للنطق بالحكم الآن على المتهمين في هذه القضية، وذلك عما أسند إليهم من اتهامات لقيامهم بقتل شقيق هذا المتهم والذي يرتدي الملابس البيضاء، وزوج المتهمة الثانية عمدا مع سق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك طبقا لقرار إحالة المتهمان إلى محكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ. يمكن المتهمين أعدوا لذلك الهدف أو هذا الغرض كوريك وكذلك قالب طوب مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقاموا بالتعدي على المجني عليه شقيق هذا المتهم وزوج المتهمة الثانية داخل قرية سقرانة التابعة لمركز متوبس بمحافظة كفر الشيخ، وعدوا لهذا الغرض هذه الأدوات، وقام المتهمين بالانهيال على المجني عليه وقيامهم بضرب المجني عليه ضربات أفضت إلى الموت. ليتم نظر هذه القضية ويجري إحالة أوراق المتهمان إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامهم. متابعينا في القاهرة 24 وكيف رأي قناة القاهرة 24، يمكن رصدنا خلال الجلسات الماضية ردود فعل المتهمين، يمكن المتهم وكذلك المتهمة ظهروا خلال الجلسات الماضية وفي أيديهم سبحة، وكذلك ظهر المتهمان يرددان بعض الآيات القرآنية خلال الجلسات الماضية، وذلك قبل المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامهم. متابع القاهرة 24 وكيف الله في قناة القاهرة 24، ما زلنا في انتظار خروج هيئة المحكمة، محكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المستشار خالد بدر الدين رئيس محكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك النطق بالحكم على المتهمان. يمكن متابعي القاهرة 24 وكيف الله في قناة القاهرة 24، المحكمة تستعد الآن للخروج للنطق بالأحكام. يمكن نيرة المتهمة قالت في مناقشتها خلال الجلسة الماضية بأنها لم تقم بقتل زوجها، وإنما قامت بطبعا إقامة علاقة غير شرعية مع الشقيق الزوج. يمكن هذا الشقيق يعمل سائق وعمره 25 سنة، وهي الأخرى تعمل بائعة أسماك، ويقيمان بقرية سكرانة التابعة لمركز متوبس بمحافظة كفر الشيخ. متابع القاهرة 24 وكير ولاية قناة القاهرة 24، خلال دقائق تخرج محكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ للنطق بالحكم على المتهمان، وذلك عقب إحالتهم خلال الجلسة الماضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية. يمكن متابع القاهرة 24 وكير ولاية قناة القاهرة 24، هناك ضحكات بلهاء من المتهم وذلك قبل الخروج للنطق بالحكم عليه عقب حالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية. متابع القاهرة 24 وأكيد أولاية قناة القاهرة 24، ما زال الجميع يترقب خروج خروج هيئة المحكمة للنطق بالحكم على المتهمين. يمكن المتهمة قامت بتغطية وجهها وذلك أثناء التصوير الآن، وطبعا يترقب الجميع خروج الهيئة المحكمة للنطق بالحكم على المتهمين في هذه القضية. متابع القاهرة 24 وأكيد أولاية قناة القاهرة 24، ما زلنا بنتابع مع حضراتكم جلسات المحاكمة. يمكن كنا مع حضراتكم في بث مباشر خلال التغطيات أو خلال المحاكمة في جلساتها الماضية، وكذلك تابعنا مع حضراتكم جلسات المرافعة والمحاكمة. يمكن هذه القضية هي تذكرنا بقضية بأول جريمة قتل في التاريخ، وهي قيام هيئة المحكمة تخرج متابع القاهرة 24 وأكيد ولاية قناة القاهرة 24 للنطق بالحكم على المتهمين. يمكن هناك العديد من القضايا سيجري النطق الأحكام بها. هيئة المحكمة متابع القاهرة 24 وأكيد ولاية قناة القاهرة 24 تخرج للنطق بالحكم على المتهمين في هذه القضية. يمكن
المتهمين والجميع يترقب لحظة الخروج للنطق بالحكم، وذلك عقب إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامهم. متابعينا الكرام، هي المحكمة تستعد الآن للخروج للنطق بالحكم على المتهمين، وذلك خلال اللحظات القليلة القادمة. أحمد سلامة، أحمد محمد دوم، سمير عبد العظيم، محمد رزق بحروب. حكمة المحكمة احتضاريا بمعاقبة كل من أحمد سلامة، أحمد محمد دوم، وسمير عبد العظيم، محمد رزق بحروب سجن مشدد لمدة 6 سنوات، تجريمه 100,000 جنيه عن مجلس دائري، والزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاحين القصيدين والمضبوطين. أدري شافعي عبد الحميد بيومي القصاص، حاتم جزر عبد الحميد بيومي القصاص. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من أدري شافعي عبد الحميد بيومي القصاص وحاتم جزر عبد الحميد بيومي القصاص بالحبس لمدة 6 أشهر عن وزن الجنيه، وألزمته المصاريف الجنائية، وبإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية المختصة. الحميد فؤاد علي مار، حكمة المحكمة حضوريا بمعاقبة عيد محمد فؤاد علي مار بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليه، ملزمته المصاريف الجنائية ومصادرة السلاحين والمضبوطين. محمد عادل علي، حكمة المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد عادل علي بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليه، والزمته المصاريف الجنائية بمصادرة المحررات المدورة المضبوطة وأمرة المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم. محمود صبري عبد الجليل، أحمد محمد مرسي عوي، سالم شعبان، محمد أبو شكر، هادي الخميس أبو العينين الملاح، عبد الفضيل سلطان، عبد الفضيل وأحمد سعيد إبراهيم، حسين محمد السيد علي الزيات، البراء ماهر السيد هنيدي أبو خليل، منيرة محمد أنور حمد، زوجة المبني عليه وأخيه، ذهب المبني عليه عن منزله، خلاص بطل كلام، والله يا رسول الله المبني عليه عن منزله اجتمع فيه الاستاذ
جمع فيه الاثنان فكان ثالثهما الشيطان. حضر اليهما وحبب اليهما الغد والخيانه ووجد عندهما عزما فسار الشيطان فنشأت بينهما علاقه غير شرعيه حرمتها كافه الاديان السماويه وحملت الرجل حملت المتهمه لانثى فعجزت عن انقاذ استلمها المتهم الاول واخفاها يعلم الله وحده اين مستقرها ومثواها بكل ما فات ولا منزعجان مما هو ان فدرءا لاكتشافها وسعيا لدوامها فكر وقرر ودبر لقتل المجني عليه وأتت به زوجته إلى أخيه تستدرب وحيدا بعيدا سار على أيديهما قتيلا. كان الزوج على زوجته الزوج يمكن تعويضه كما قالت الزوجة الأعربية قديما الزوج موجود أما الأخ فهو مفقود. كان الزوج على زوجته هي لم تكن له زوجة صالحة ولا لغيابه عنها حافظة. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلم تصل له شرفا ولم تحفظ له عرضا. أما الأخ فقتل أخيه أوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. هشم رأسه وعظامه وروى الأرض بدمائه. الأخ يعيب ما يعيب ويزين ما يزين. أخوك يخفي سيئاتك ويظهر حسناتك. يتحمل أخطاءك ويتجاوز عن هفواتك. أخوك هو سندك إذا ضاقت بك الصدور وإذا تكالبت عليك الهموم. هذا هو الأخ وهذا هو الزوج. فاليوم لا سبيل لكما من الرحمة ولا نصيب لكما من الرأفة. حكمت المحكمة الحضورية وبإجماع آراء أعضائها لمعاقبة كل من ماهر السيد هنيدي أبو خليل ونيرة محمد أنور حمودة بالإعدام شنقا عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. رفعت التقرير. متابعة القاهرة 24 وكيل ولاية قناة القاهرة 24 بكده قضت محكمة جنايات فوق بمحافظة كفر الشيخ بالإعدام شنقا للمتهمة بقتل زوجها بمعاونة شقيقه ووجهت هيئة المحكمة كلمة للمتهمان قبل النطق بالحكم عليهما. يمكن متابعة القاهرة 24 وكيل ولاية قناة القاهرة 24 تابعنا مع حضراتكم جلسة النطق بالحكم وكذلك ما دارت بها من تفاصيل. يمكن هناك انهيار للمتهم وكذلك الزوجة اللعوب كما وصفتها المحكمة.